توقف أمامها التاريخ لأنها غيرت وجه التاريخ. كان هناك جدار ضخم اسمه المستحيل، وقوة قيل عنها إنها لا تقهر، وخط قيل عنه إنه أمنع الخطوط العسكرية في تاريخ الحروب. ورغم ذلك كله، فإن إرادة أمة وعزيمة أبطال اندفعت بقوة الإيمان وروح التحدي لتقول شيئاً آخر، فكانت هذه الملحمة. السادس من أكتوبر عام 1973، الساعة 2:05، بداية الملحمة. الضربة الجوية المركزة وهدير 2000 مدفع على امتداد خط المواجهة في تمهيد نيراني مكثف. ويفتح نجاح الضربة الجوية المركزة الباب واسعا أمام أبطال التحرير لكي يسجلوا ملحمة العبور.
العدو بالقتال المتلاحم وجها لوجه. التصدي لهجوم المضاد من دبابات العدو كانت المواجهة بين الإنسان والدبابة. كان النصر للإنسان المصري.